في نفس التوقيت إذا كان هذا هو الجزرة الإيرانية التي يمكن أن نلوح بها لمصر ومنطقة الخليج هنا من القاهرة امبارح في هذا المؤتمر الذي تزامن مع ذلك المؤتمر الآخر في أنقرة الذي جمع حسن روحاني. إيه اللي ممكن يخلي حسن روحاني كأول رئيس إيراني منذ سنة 96 يتغاضى عن خلافاته مع تركيا وخلافاته الشخصية بسبب بشار الأسد ونظامه ويذهب إلى هناك وفي هذا التوقيت تحديدا اللي هو أول يوم لولاية السيسي كرئيس لجمهورية مصر؟ تمام. الحقيقة أنه هو ذهاب روحاني أو العلاقات التركية الإيرانية على مدار الثلاث سنوات الماضية كانت تتراوح ما بين العداء والمصالحة، يعني لم تكن أو العداء والجمود شوية لما فيش مصالحة يعني بشكل كامل، لكن الحقيقة لم تكن هناك قطيعة دبلوماسية أو سياسية كاملة ما بين إيران وتركيا في هذا التوقيت. نشير إلى زيارة أردوغان في يناير بالضبط إلى ولكن إلى يناير برضو كان بسبب القلق الذي كان يحدث في مصر وعلى المستوى الاقتصادي، وإذا اعتبرنا أن الأرقام ذات دلالة إن حجم التبادل الاقتصادي بين إيران وتركيا العام الماضي كان يتجاوز الـ 12 مليار دولار. نعم. فالعام الحالي في طموح في اللقاء اللي تم ما بين روحاني وما بين أردوغان أنه يصل إلى 30 مليار. يريد أن يصل إلى 30. بالضبط. العلاقة ما بين إيران وتركيا هي علاقة تنافس على بعض الملفات داخل المنطقة. أهمها كانت الملف السوري. وبحسم الملف السوري نسبيا الآن بوجود بشار أو استمرار وجود نظام الأسد بشكل ما، حتى وإن كان وجودا شبه شكليا يعني، حتى إن كان هذا الوجود بهذا الشكل لكن تظل إيران داعمة لنظام الأسد، وتظل تركيا إلى حد ما داعمة للثورة أو غيرها، لكن رغم ذلك تظل العلاقات القائمة بين إيران وتركيا علاقة تعتمد أكثر على طابع المصلحة وطابع التبادل. المصلحة إيه؟ تكوين المصلحة حلف موازي؟ حلف هذه النقطة. أيوة. وكمان على المستوى التجاور السياسي والاستراتيجي.